ربيع، ربيع ماما ما أكلت اليوم، شو بك؟ تحب ساعتك بشي استاذ؟ جديدة؟ نعم هيدي طبعا جديدة. لا قصدي انت جديدة هون؟ صار لي جمعة بس. سوري بيجي معه كاسات؟ لا بس انا عندي نسخة بتمرق بكرة؟ جاهز؟ ماما قرفت خلص ما بقى في قرفت ما بقى في خلص خلص ماما تقبرني جهز حالك ماما كيفنا اليوم يا بطل؟ بطل؟ الحمد لله طمنا حكي ناطرين نتيجة الزرع لتطلع عملية وقت هي بدي منك بس انتبهي له على أكله وأدويته ياخدها ليكون جاهز العملية متكلين على ربنا وعليك سلامتك مساء حكيم
هيدا اللي بده يمرق بكرة؟ إله جمعة مع بجزدان. كنت بالجبل اليوم جيت. كنت بالمستشفى من يومين جيت. لجيتي دخلك مش ناسي شي؟ لا هيدا؟ ما بدي ضايقتك بشي اليوم المكتبة؟ ما بحب حدا يتدخل بخصوصياتي. قصدك المستشفى؟ بس أنا ما كان قصدي ما بدي شفقة من حدا. زينة ليه جيتي؟ ما بحب حدا يتدخل بخصوصياتي. ميرسي على الكاسيت. بشوفك؟ نتغدى بكره؟ جاهز. مطرتكم؟ أبد. يا بدي أكل بدي أكل. مرسي. عشو؟ أنت بتعرف. بحياتي ما شفت ربيع عم ياكل بهالشهية. لحظة انت ويا عشو عم تحكوا هلا؟ ماني ولد صغير. لا بدك تاكل احلى ما قلها لزينة طعميك. لا هاتي لهم هاتي لهم هاتي لهم. ايه ها صحتين. نيب من امبارح نزل فيها علف خلص. ماشي. عملت لك فاصوليا. وين؟ بدك تاكل صبيعك وراها. عم لحق اكل صبيع انا ملايك. ماما. ربيع ما نمت؟ رح يطلع الضو يا أمي بعد ما نمت. شو بك يا قلبي سهران؟ شو في؟ خبيت علي. شو خبيت عليك؟ أمي ما تقولي 20% نسبة نجاح أمي 20% بس في 80% أمل أمي إني موت. مين قال لك هالحكي يا أمي؟ أنا رحت عند الحكيم وسألته. أنا كنت عنده هلا للحكيم، كنت عنده بالمستشفى من شوي، قالوا لي 80% موت أمي 80%. ما بيطلع ليش 20% أمي؟ ما بيطلع لي 20% أمل أمي. دبرني دبرني
بقيفان بقيفان. ربيع، لو في 1% أمل بدك تعملها للعملية رح أعملها للعملية، بس وحدي. وحدي. مش منك لوحدك ربيع، أنا معك. مجنونة أنت، أنت يا عمي أنا رايح موت، رايح موت. وأنا بحبك ربيع، بتعرف شو أنا بحبك؟ أنا كمان بحبك، أنا بحبك، بس لأنه بحبك بعدي عني. ما رح أبعد عنك. رح ابقى حقدك وغصب عنك كمان. قلتلك ما تجي. قوم حبيبي الغدا جاهز. زينة مرسي لأنك جيتي، مرسي.